السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء نكمل وياكم محاضراتنا على موضوع البارشل ديفرنشال إيكويشن. اليوم راح نعرف شلون راح نسوي كونستركشن المن للبارشل ديفرنشال إيكويشن، شلون راح ننشئ معادلة تفاضلية جزئية. تنشئ عادة المعادلة تفاضلية جزئية أما ماثماتيكالي أو فيزيكالي عن طريق الفيزياء، انه عن طريق فد خاصية فيزيائية تتكون من عدة باراميترز، يعني اكثر من variables، اللي هو اكثر من independent variables، يعني انه ضمن خاصية معينة تعتمد عليها. فنستنتج او نقول تشكل او تنشأ من عندها partial differential equation او mathematical عن طريق الرياضيات اللي هو اللي يهمنا ضمن التحليلات، اما عن طريق الكونستانت او عن طريق اللي هو الفاكشن. شلون راح نعرف؟ اول شيء راح نبدي بالكونستانت، راح نبدي عن طريق الامثله. طبعا انتبهوا هنا، أنا هذا السؤال عام، انتبهوا عليه جدا مهم بالامتحان، بمعنى انه بدي احكي على البارشل ديفرنشال ايكويشن بصوره عامه. مثلا بدي اقول لك هنا شو ذات اثبت انه اليو هذا هو solution is a solution of partial differential equation المن لهذه البارشال. ايش راح اسوي؟ اخذ هاي الداله واشتقها مره واشتقها مرتين. ليش؟ لان هو اصلا هنا مرتين، وارجع انه وهكذا الى ان اصل الى اكمل الحل مالتي. يعني انا هذا هاي الداله مالتي الرئيسيه يو بدلاله الاكس والواي، والمطلوب انه هل هي هاي حل؟ خلاص اذا احلها واشوفها، اذا ساوت لي صفر اذا هي حل تعتبر، او اذا ما ساوت لي صفر اذا هاي ما تعتبر حل للبارشل ديفرنشال ايكويشن. اشتقيت مره مرتين، اشتقيت هنا الواي مره مرتين، بعدين عوضت هذا الاخر، اذا اوكي تمام شباب. اذا اوكي، اول شيء راح هذا المثال طبعا هي بصيغه عامه بسيط. هسه نبدي انه عن طريق كونستانت. يمي يقول لك يابا انه تذكر بالسؤال انه اريدك تسوي البارشل ديفرنشال ايكويشن من كونستانت. فراسا انه انا اجي عندي زد تساوي ان اي اكس تربيع زائد بي واي تربيع. انتبهوا لهذا المثال وشلون راح نحل. اول شغله احنا نعرف، احنا بصوره عامه ايش نعرف بالبارشل؟ احنا ايش اخذنا بالبارشل بصيغه عامه؟ مجرد قلنا هي اخذنا زيت للاكس وزيت للواي، واخذنا زيت للاكس مرتين، واخذنا زيت للواي مرتين، واخذنا زيت للاكس واي. بما انه انا مطلوب مني شلون اوجد الثوابت، اذا ما اقدر غير انه انا عندي الداله اشتقها مره الاكس، اشتقها مره الواي، واشوف اشتقها اكس واي واشوف راح يطلع منها حل او ما يطلع منها حل. طلع من الحل اقول يابا هذا السوليوشن رقم واحد. اجي انه بتحول المن للاكس اكس والواي واي، اشوف اطلع هل يطلع حل، يطلع ما طلع اقول يابا هذا غلط، هذا صح مثلا، هذا غلط ما طلع منها حل. ابدي انه شو اسوي؟ اشتق زد بالنسبه اكس واي واشتق بالنسبه واي الاكس. مرات يطلع يساوي، مرات يطلع لا يساوي. يعني مرات هذا يشبه لنا هذا، مرات لا يساوي هاي الطرفين كمثال معين. هذا فاجي اشتقيته بالنسبه للاكس، طلعت قيمه الاي هاي هنا قيمه الاي، وانه اشتقيت بالنسبه للواي طلعت من يمه قيمه الواي. فمجرد انه انا ايش سويت؟ اخذت الاي والبي حولت هنا ساويت للصفر، اذا راح يطلع لي هاي سوليوشن مالتي رقم واحد، انه انا اخذت الداله اللي هي صيغه تفاضليه زدت للاكس زدت للواي، وخليت اللي زدت على الطرف الثاني او بالاحرى اساوي للصفر، فالحالتين صحيح. اجي انا انه زدت للاكس اكس اشتقيتها مرتين، مره ثانيه مرتين، واشتقيت الواي مرتين، وايضا طلعت الاي والبي، ايضا ايش سويت؟ طلعت الاي ويا البي، وايضا عوضت وطلعت حل ثاني المن الى المعادلة التفاضلية. لهنا اذا هاي الدالة
عن طريق الثوابت قدرت اطلع بها حليا، اما الثوابت تطلع قيمتين هاي او الثوابت اقدر اطلع قيمتين من هاي. تمام شباب، اتمنى لكم كل التوفيق. انتبهوا زين الاسئله الجاي تجيكم، انتبهوا عليها زين. زين، اذا عندي انا اي يو بي وسي، هاي كم متغير كم ثابت؟ ثلاثه. انا طلعت معادله، ايش طلعت لي؟ طلعت لي اي بس فقط دلاله سي. زين، جيت منها اشتقيت مره ثانيه وطلعت لي معادله بس شنو؟ طلعت لي بدلاله سي. اذا ايش ما عندي حل وين اعبر؟ قلنا من المرحله هاي وين نعبر؟ هسه هاي صح طلعت منها معادلات، خلنا اعبر اللي جاي هسه. اعبر شو اسوي؟ اشتقها مرتين صح؟ جيت انه ايش سوي؟ اشتقيتها مرتين صفر صفر ما بيها فائده. اذا ايش سويت؟ خلي الزت للاكس واي طلع لي سي. اجي شو اسوي زت للاكس واي؟ يعني هاي الزت مو عندي للاكس، اشتقها النوب بالنسبه للواي. زين هاي بالنسبه للواي عندي هاي وينها؟ لو شو اسوي؟ اشتقها بالنسبه للاكس طلعت هاي سي وهاي سي. نوت اكتبها على صفحه زت للاكس واي يساوي زت للواي اكس. عندي الاي وعندي الاي عندي قيمة البي طلعت، ليش؟ لأنه عرفت أن السي هو زت الإكس واي. إذا الأي راح يطلع بدلالة زت الإكس واي، والبي راح يطلع أيضا بدلالة زت الإكس واي. أجي أعوضهم بالمعادلة الرئيسية هاي، عوضت الأي والبي، والسي طلعت قيمته، أيضا أعوض المعادلة الرئيسية، وبالتالي راح يطلع لنا الحل مع المعادلة. تمام شباب؟ لهنا نتوقف محاضرة اليوم، وأتمنى لكم كل الموفقية في الامتحان.